يكون معنا الآن مداخلة مع السيد محمد أبو عبد الرحمن والد الأبناء المفقودين من يوم الجمعة الموافق 13/11/2000. مساك الله بالخير أبو عبد الرحمن. أهلا والله. وطول بعمرك. كانت لنا مداخلة قبل شوي مع المحامية منى الرفاعي حول فقدان مطلقتك وأبنائك. شو اللي صار أخوي أبو عبد الرحمن؟ اللي صار إن طلقت طبعاً طليت قبل سنة ونص. ما في مشاكل لا بيني ولا بين إخواني ولا بين أحد. حنا يا بنت عمي أمورنا كلها زينة الحمد لله. الحمد لله. لكن كل خميس تقريباً أنا أودي العيال لهم هناك. والعيال ساكنين عندي ومحترم الحمد لله كل شيء. الحمد لله. لكن يوم الخميس اللي تاريخ 12 راحوا كلهم الثلاثة الأولاد والولد الكبير عندي في البيت. فلما راحوا هناك الخميس يوم الجمعة دق علي ولدي عبد الرحمن. قال لي تعال لي الساعة 1:30. تأخرت علي شوي تقريبا الساعة 4 أو 5. ولا قالوا راح السوق ولا ردوا. قلت يمكن بالليل يجون. نطرت يوم الثاني ولا عندهم حايسين يعني ما يدروا وين راحت. السواق اخذها للبيرق ودشوا البيرق ولا طلعوا. دشوا المجمع ودشوا المجمع وما طلعوا لا الابناء ولا الام. ولا طلعوا. غريبه والله. بعدين راح اشتكينا عن شو اسمه عند المخبر هديه. سوينا قضيه تغيب. لحد الان كل ما سالهم يقول ما صار شيء. زين المجمع ما في كاميرات اكيد في كاميرات مراقبه. الكاميرات صدق اليوم المجمع ما قصر والله المدير. قال 10 ايام المجمع 10 ايام ويمسح يسوي فرمات. ما ادري ليش المخفر او المباحث ما سووا اي اجراء. يعني صراحه يعني اتخاذ الوزاره معي ما كان اولادي ضايعين. مناشدتك لوزير الداخلية أبو عبد الرحمن. طبعاً بالنسبة للوزارة كان على قولتهم الضرب بالميت حرام، لكن أنا أناشد مع الوزير الداخلية اللي هو إن شاء الله أنه حريص على كل. إن شاء الله حريص ويسمع شكواك إن شاء الله. إي نعم. على أنه يشوف الشكوى أو الشكوى الوزارة تاخذ مأخذ جدي. لأن أولادي قطع التواصل معهم لا تليفونات ولا حتى التواصل الاجتماعي اللي هو الانستغرام والامور هذه لهم، الا من ذاك اليوم من الساعه 4 يوم الجمعه لحد الان يعني فوق اسبوعين ما ادري عنهم. والله ما ادري عنهم هل هم احياء او اموات. الله اناشد اهلي اللي هم اهل الكويت وهذا ابنائكم عيالكم. مو معقول يعني فوق الاسبوعين ما حد يدري عنهم، الوزاره ما تدري عنهم. وفوق هذا يعني يسوون الي في التواصل الاجتماعي حسابات الاخباريه في التواصل الاجتماعي بني انه قبض علي واني انا اقول كذب. وكل هالمعلومات لحد الان فوق اسبوعين ما داوموا ما راحوا مدارس ولا في لا اتصالات ولا شيء. ما في ليش يعني ماخذين هالامور كانها يعني ان شاء الله كان ما هو كويس اللي غايب. بإذن الله أبو عبد الرحمن يكون هناك تفاعل وإحنا راح نتابع وياك ونتبنى هذه القضية حتى تجد ابنائك ونعرف الحقيقة كاملة بإذن الله. تفضل أبو عبد الرحمن. بس بقول لك كلمة بس. تفضل. أبو أقول ليالي عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الله أبوكم ما راح يسكت. أبوكم ما راح يسكت وأهل الكويت كلهم ما راح يسكتوا. بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله كل والله عدائي بالحريم والنساء اللي عقب نشر الرسول يدقون علي. تخيل وزارة أو وزارة الداخلية ما نشرت صورهم. ولا يمكن سويت حتى اي اجراء عليهم، اسال المخفر يقول لي ما جاء شيء. باذن الله ما عندنا اي تعميم. ابو عبد الرحمن ان شاء الله راح نتابع الموضوع هذا وياك ومع محاميتك وان شاء الله يكون في رد فعل من وزاره الداخليه واحنا متابعين، واذا في اي تطورات باكر اتصل علينا واحنا نسوي لك مداخله ان شاء الله. اشكر تبنيك على هذا الموضوع. حاضرين في خدمتك، شكرا لك شكرا لك. منا لوزاره الداخليه تشوف شو الموضوع وما وراء. اعزائي المشاهدين